انها ما كانتش موجوده، لكن بقى هل كان في مخك وقتها انك انت تعملي حاجه علاجيه مع حاجه جماليه او عطر جميل، ولا ده نقدر نعتبره بس ريحه مش علاج؟ لا، انا بصراحه المنتج عندنا مش علاجي نهائي، هو المنتج امن 100%، مش بيضر الشعر خالص، بس هو ما فيهوش زيوت تغذي الشعر ومش بيطري الشعر وما احطوش على الجذور ولا لا الكلام ده، لا، احطه من مسافه برضه. اي منتج يعني اتليست يعني على الاقل 10 سنتي كده بنرشه، ده حتى على الجسم، يعني حتى لو بترشي حاجه على الجسم على طول. واحنا برضو في منتجات تانية معموله البيس بتاعها بيكون ميه، بس احنا مش بنشتغل في المنتجات بصراحه دي، هي يعني جودتها عاليه طبعا وكل حاجه، بس يعني انا المنتج بتاعي شويه، يعني انا لو عامله شعري وحطيته مش شعري مش هيبوظ، هيبوظ، مش هيرجع مش يبقى هيرجع مجعد يبقى لو انا كيرلي فرداه. تاني. مش يعني هيبقى انا شعري كيرلي، لو جيت رشيت اللي فيه ميه الشعر هيلولو بالظبط كاني بليت شعري، بالظبط لكن ده كده. ما يعملش كده، لا، ومش حاطين فيه اي زيوت علاجيه، لا ولا زيوت علاجيه، لا بس لا لا، زيوت عطريه. يعني منتج تجميلي ومش بيدور الشعر خالص. طيب سؤال، يعني انت معاكي حد في المشروع ده؟ انت بدأتي كده لوحدك ولا معاكي حد يساعدك؟ احنا اول ما بدأت انا وخالد جوزي، يعني اول ما اسسنا الله، اسسنا الشركة جوزك مع كمان. بعض. بس خلي بالك بقى، الرجاله بيستهيفوا الافكار بتاعتنا دي، يقول عايزه بارفان للشعر، يقول بارفان شعري ايه يا حبيبتي بتتكلمي عليه؟ ازاي اقنعتي جوزك ان هو يدخل معاكي في والله حاجه زي كده؟ يعني لا، بصراحة هو اللي بدأ معايا، يعني هو يعني احنا بعد ما اتجوزنا على طول في نفس السنة أسسنا الشركة، يعني نزل معايا بس ورحنا كانت أسسنا فكرتك الشركة. انت. بس هو ما أحبطنيش بصراحة، شجعني، يعني أول ثلاثة بابايا ومامتي طبعا يعني اقتنعوا جدا وشجعوني، واللي نزل بقى بصراحة نفذ معايا وعمل معايا كل حاجة خالد. جوزك. طيب طبعا يعني عايزه اسالك برضو، هل انت عارفه ان شعرنا شعر دهني، شعر جاف، شعر مختلط، والحاجات دي كلها، هل ده ممكن يعني لازم اختار النوع اللي يناسب شعري ولا لا لا ملهوش علاقه؟ لا، ملهوش علاقة، لأن أي حد شعره فيه نسبة دهون ده يعني ده عادي. عادي. وبعدين كمان طب زي استخدمه وهو ناشف ولا هو مبلول؟ الاتنين. يعني مثلا السيرم، في ناس تحب ايه، تعمل شعرها وبعدين تحط نقطه سيرم مظبوط. تعمل كده، لا انا احب مثلا احطه على شعري مبلول بحيث يعني الشعر يمتص السيرم ده صح. ويتفاعل معاه. فهل ده احطه وشعري مبلول ولا بعد ما اعمل شعري؟ وحضرتك لو هتحطيه وشعرك مبلول مش هنستشفره بعدها بساعتين مثلا، لا يعني هرشه على شعري وخلاص، يعني هقعد بيه شويه، ولو هستشفره مش هستشفره في ساعتها، لا لا مش فاهمه النقطه دي، يعني احطه قبل السشوار؟ لا، يعني انا خلاص استشورت شعري هرشه، اوكي. لو انا واحده شعري كيرلي مش بعمله هرشه عادي. اوكي، ملهوش علاقه. لا، بس مش هعمل مثلا انا خلاص رايحه للكوافير اعمل شعري فهروح رشاه كاني ما عملتش حاجه، بالظبط، السشوار هيطير ريحته، كاني ما عملتش حاجه طبعا، فاحطه بعد ما اعمل. بعد ما اخلص بالظبط اوكي، كده. طب ايه اللي